تبعا لتعليمات السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ذرعان، تبين أن هذه القطع النقدية تعود إلى الإمبراطورية الأمازيغية النوميدية. ضربت هذه المسكوكات في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد في عهد الملك الأمازيغي ماسينيسا. ومواصلة للتحقيق وبعد تكثيف التحريات المعمقة، تم توقيف شبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص تقوم بالمتاجرة ونقل التراث الثقافي. تم توقيفهم مع استرجاع 19 قطعة نقدية أخرى وتمثالين يرمزان إلى شخصية فرعونية وبقايا علوية لطاحونة تعود إلى الفترة الرومانية. كما سمحت العملية من حجز جهاز كشف المعادن بلواحقه ومركبتين مستعملتين في العملية، إضافة إلى 8 هواتف نقالة مستعملة. وبعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان، أعطى تعليمات بتقديم الأشخاص الموقوفين فور الانتهاء من التحقيق.